أهلا وسهلا فيكم من جديد. هذا الجزء الثاني لبطانية اليونيكور. حأترككم هلأ تتابعوا الجزء الثاني. حنساوي القطع يلي المفروض نركبهم على البطانية. هلأ يلي فايتة هلأ على هيدا الفيديو، في جزء أول لهيدي البلانكت. حتلاقي الرابط الجزء الأول بصندوق الوصف تحت. الجزء الأول كيف بنعمل اللي هي البلانكت، وهيدا الجزء الثاني اللي انت هري للفيديو حيكون بس القطع وكيف نركبها. فما تنسي تشتركي بالقناة إذا بعدك جديدة، تعملي لي لايك للفيديو، وحأترككم هلأ تتابعوا الفيديو. أول شي حنبدأ نعمل الخدود. بدنا نستعمل اللون يلي اشتغلنا فيه البطانية. مثلا أنا عملت باللون الزهر البطانية، هو هيدا اللون بدنا نعمل فيه الخدود. انت إذا عامل بلون تاني حتختاري. بدنا نعمل أول شي دائرة سحرية. بقلب الدائرة السحرية بدي ارتفع 3 سلاسل اللي هن حيكونوا بمثابة عمود بلفة. بدي أعمل 11 عمود بلفة بقلبها للدائرة السحرية، ومع 3 سلاسل بيكون المجموع 12 عمود بلفة. هاي 12 عمود. حسكر الدائرة السحرية منيح منيح. بدي اجي على ثالث سلسلة واعمل فيها منزلقة. بدنا نعمل بعد دور حيكون تزايد بكل الغرز. هيك انتهيت من الدائرة. هلأ حقفلها بطريقة الانفيزيبل جوين. فينا نقفلها بواسطة ابرة التابستري. هيدا الخدود بدنا نعمل منها قطعتين. انا عاملة وحدة هون، انا عامل منها قطعتين. اوكي هلا بدنا ننتقل نعمل الاذن. حاستعمل نفس الخيط اللي استعملت فيه اللون السجادة كاملة. بدي هلا اعمل 14 سلسلة. هاي 14. برابع سلسلة بتحضر اعمل عمود. بدي عد 4 لورا، 1 2 3. بالرابعة بدي فوت واعمل عمود بلفة. بدي اعمل 6. هلأ اللي عملته 1 حد، بدي اعمل الثاني. ستة. عملت 6 عواميد بلفة. هلأ بدي اعمل 3.5 عمود بثلاث غرز التالية. هاي 3. اوكي من بعد ما عملنا 3.5 عمود بدي اعمل 1 حشو بالغرز التالية. بضل معنا اخر سلسلة. هاي السلسلة بدي اعمل فيها 3 حشو بنفس المكان. هاي 1 2. هاي 3. ننتقل للجهة الثانية من السلاسل. بدي اعمل باول سلسلة 1 حشو بثلاث غرز التالية. بدي اعمل 3.5 عمود. بدي اعمل هلا 6 عمود بلفة بست غرز التالية. بيبقى معنا اخر غرزة اللي هي تحت 3 سلاسل. حتكون ما كتير واضحة معكم، بس هي اذا بتركزوا هي اول سلسلة من 3 سلاسل. بهيدي بدنا نعمل تزايد لخمس عواميد بلفة. بدنا نعمل فيها يعني 5 عواميد بلفة بنفس المكان. هاي 1. بدي اجي على اول عمود بلفة على راسه. بدي اعمل منزلقة.
بدي أقص الخيط، بدي أخذ اللون الأبيض محل ما قفلنا بمنطلقة، بدنا نشبك اللون الأبيض الجديد. بدنا نرتفع 3 سلاسل، حنعمل بنفس المكان عمود بلفة. بدنا نعمل 6 عواميد بلفة بال6 غرز التالية. هاي 6. هلأ بدي أعمل 3.5 عمود، هاي 3. بدي أعمل 1 حشو. هلأ بدي أتزايد 3 مرات، بكل غرزة بدي أعمل فيها تزايد مرتين، 3 مرات. هاي أول مرة تزايدت، بقلب عملت 2 حشو، تاني غرزة كمان بدي اتزايد فيها 2 حشو، تالت غرزة بدي اتزايد فيها كمان 2 حشو. هذا الشكل. هلا بدي اعمل 1 حشو. هلا بدي اعمل 3.5 عمود بال3 غرز التالية. هلأ بدي أعمل 7 عمود بلفة بال7 غرز التالية. هلأ بدي أتزايد 5 مرات، بكل عمود بدي أعمل، بكل غرزة عمود بدي أعمل فيها 2 عمود بلفة، ليصير عنا تزايد 5 مرات بالعمود بلفة. وبآخر غرزة حتكون مش كتير واضحة معكم، بس بدنا نعمل فيها 1 عمود بلفة. من بعد ما عملناها بدنا نسكر بمنزلقة بأول عمود بلفة عملناه هذا الشكل. هلأ بدنا ننتقل للدور الثالث، هيكون عبارة عن كلياته حشو. محل ما ارتفعنا بسلسلة بدي أعمل حشو، 12 حشو ب12 غرزة تالية، هاي 2. هلا بدي اعمل تزايد مرة، يعني بهاي الغرزة هلا التالية هعمل فيها 2 حشو بنفس المكان. هلا بدي اعمل 14 غرزة حشو بال14 غرزة التالية. هاي 14. هلأ بدي اتزايد 3 مرات، هاي 1، هاي 2، بالغرزة التالتة كمان 2 حشو هذا الشكل. هلأ بدنا نعمل 3 غرز حشو بال3 غرز التالية. هلأ بدي أعمل تزايد كمان 3 مرات، يعني بكل غرزة بدي أعمل 2 حشو. هلأ بدي أعمل 2 حشو بآخر غرزتين باقيين. هلأ بدي سكر الدور. أنا مجهزة واحدة تانية، بدنا نعمل منها 2. هلأ بدنا نعمل هول السبايرلز اللي بيكونوا على اليونيكور. بدنا هستعمل خيط كوتون جولد،
هحط الألوان الموف والبينك اللي من نفس اللون. هستعمل هذا لون التيفاني الفاتح. هلا أول شي بدي أعمل 25 سلسلة. برابع سلسلة 1 2 3 4 بدي أعمل اتزيد عمودين بلفة بنفس الغرزة. هلأ بكل غرزة بدي أعمل 3 عواميد بلفة بكل غرزة. بس أعمل أنا هيدا الشي لحالة حتبلش تلف معي. هون وصلت لآخر سلسلة، أعمل فيها 3 عواميد بلفة بنفس المكان. أعمل سلسلة وأقص الخيط. هيك نكون عملناها على هذه السبايرل، بنظبطها. بدي أعمل منها 3. أنا هون مجهزة لون الزهر ولون موف ولون التيفان الفاتح. هلا هاي طلعت اطول شوي لانه خيط مكرمية، هول خيط كوتون جولد. حطهم على جنب. هلا بدنا نعمل الوردة يلي بتكون على مثل تاج على راس اليونيكور بلون الموف. هعمل على فتلتين عم بستعمل الخيط. هلا بدي اعمل للوردة 30 سلسلة. برابع سلسلة بدي أعد 1 2 3 4 وبدي فوت وبلش وأعمل العواميد بلفة. بكل غرزة سلسلة بدي أعمل 3 عمود بلفة لنهاية الدور. أنا هأعملها هيدي خلف الكاميرا لأنه نفس اللي عملتها هلأ هي ذاتها، بس تغيير إنها 30 سلسلة، هون كانت 25 سلسلة. فهأعملها كملها خلف الكاميرا ونرجع. بكل غرزة هعمل 3 عواميد بلفة لنهاية السلاسل كلها. اوكي خلصت، عملتها كلياتها. هلأ ما حنتركها هيك، بدنا نعملها نلفلفها على حالها على شكل وردة. هيدا الشكل، هيدا الشكل، هنعملها على شكل وردة. نحنا بدنا نلفلف. هلا فيك تلزقيها وفيك تخيطيها. هيدا شكل الوردة. هلا انا بس بدي لزقهم بلزقها، يعني بتقوم خلص تاخد شكلها سبايرل. كمان عملت 3 اشكال او 3 الوان. للوردة اوكي، هول التشيكس، هول الدينام، هون حيكونوا الوردات. هون هلا حنرتبهم، بس ما من بعد ما نعمل، بعد لنا شغلتين بدنا نعملها. بدنا نعمل الكورن اللي بيجي القرن الاصفر، بدنا نعمل العيون. للكورن بدنا نجيب هلا اللون الاصفر، بدنا نجيب اللون الأصفر ونعمل منه قطعة واحدة. بدي أعمل 15 سلسلة. هاي 15 سلسلة. بدنا نعد برابع سلسلة 1 2 3 4. بالرابعة بدي فوت وأعمل عمود بلفة. بدي أعمل عواميد بلفة بـ8 غرز التالي. هاي 1، هاي 2، هاي 8 عواميد بلفة. هلا بدي أعمل 2 نص عمود بالغرزتين التاليتين.
2 نص عمود. هلا بدي اعمل حشو واحد. هلا بالغرزة الأخيرة بدي اعمل حشو سلسلة حشو. بدي ابرم للجهة الثانية، بدي اعمل واحد حشو. هاي واحد حشو. بدي اعمل 2 نص عمود مثل ما شايفين، عم بحاول اخفي الخيط اللي ورا معي. هلا بدي اعمل 7 عواميد بلفة بالسبع غرز التالية. من بعد ما عملت 7 عواميد بلفة بدي اعمل باخر غرزة اللي هي حتكون تحت الثلاث سلاسل اللي بلشنا فيهم، بدي اعمل 4 عواميد بلفة بنفس المكان. 4. بدي سكر بمنزلقة بثالث سلسلة معيها هذا الشكل. بدي قص الخيط. هيدا الكور حيكون هيك بهذا الشكل، حنلزق الوردات هيك. هلا بس بعد لنا العيون بدنا اللون الاسود. انا حاستخدم اللون الاسود من كوتون جولد على فتلتين وبنفس السنارة. بدي اعمل 13 سلسلة. هلا بس بدي لكم شغله، اتركوا خيط طويل من هالجهه، طويل شوي حتى نعمل الرموش، يعني هلا ما ضروري اكثر. بدي اعمل 13 سلسله. هي 1 2 13. هاي 13 سلسله. هلا بدنا نجي على ثاني سلسله 1 2 ونعمل منزلقة. بدي اعمل منزلقات على كل السلاسل اللي معي اياها. بدي فوت واشتغل منزلقات. هلا يمكن لانه اللون اسود ما يكون واضح معكم كتير، بس هي شغلتها بسيطة. عم بعمل منزلقات هلا انا بكل السلاسل يلي اشتغلتها. هعمل سلسلة، بدي قص الخيط عقد الخيط اللي تركته هذا الشكل. بدي اعمل 2، بدي اعمل بعد وحدة. انا هعملها خلف الكاميرا ونرجع. هاي عملت وحدة تانية، امسكها اقلبها واعملها بهيدا الشكل، يعني هاي على القفا وهاي مزبوطة حتى يصير معي الشكل هيك. وهيك بنكون كملنا كل القطع يلي هلا نركبهم على البلانكت اليونيكورن. حتى انا البلانكت يلي عملتها. هلا بدي لكم كيف بدنا نحطهم. هول بدنا نبيعد اخر دور ابيض ونحطها من هالجهة، اخر دور ابيض ونحطها. بدنا نجيب الايرز بدنا نحطها على مستوى التشيكس، بس بدنا نقلبهم شوي يعني هيك ونبرمهم هيك. هون عند اول رو اول راوند هيدا، من هون بدنا نبلش من نلزقهم. هيدا الكورن بدنا نحطه بالنص بعيد عن الابيض عند اول هون محل ما تزيدنا 9 عواميد بلفه وتزيدنا، بدنا نحطها عليه على هيدا الراوند. بدي اجيب هول السبايرلز يلي اشتغلتهم يكونوا على الجنب من هاي الجهه. بضل اخر شيء معنا الوردات. هلا انا عم فكر خيط قدامكم ورده، حتى يلي حابه تخيط ورده كون انا مرقت عليها لهالمرحله، فحخيط ورده حتى كون مثل ما قلت عملت كل شيء.
وحلزق الباقيين. مثل ما حتشوفوا ما حيكون في فرق بيناتهم، حرتبهم بهاي الطريقة، هيدا الشكل. انت كيف بدك تنسقي الالوان ما مشكلة. بضل عنا اخر شي العيون. العيون اول دورين، هيدا الدور وهيدا الدور، من بعده بدي احط. عند بداية يعني الدور الثالث وهول هون، هيدا الترتيب يلي حنلزق فيه. هلأ بشو حلزق؟ فيك تلزق بأي شي يعني، بس أنا عادة بستخدم هيدا الفرد الشمع. ححميه وبلش لزقهم أنا وياكم. حضرت خيط مثل ما قلتلكم، حخيط قدامكم كيف هيدي الوردة من خيطها. هلا انتو عم تبرميها لازم هول السلاسل يكونوا ابعد من البرمة اللي قبلها. يعني انا هون البرمة اللي بعدها يعني ما حيكونوا هيك عبعض كلهم، لا بدنا نوسعها شوي وتكون هيك ابعد. هيك حتى تبين انها وردة. هذا الشكل بدون ما اخرب شكلها. هلا اذا بدك تخيطيهم، كنا تركنا هيدول الخيط خيط طويل، بس انا لانه مقرره كنت لزقهم رجعت قررت انه ارجيكم كيف. هيك بأنبني ضميري يعني قلت خليني لكم كيف. حفوت وخيطه. هلا هولي انا بقصهم يعني ما حيبينوا. هقعد هيدا الخيط حتى ما يفلت مني، بس اسحب الابرة. اوكي هقصلكم هول عشان ما يضيعوكم. اوكي هلا بدي فوت محل ما انا كنت مظهرة الابرة بشكل سطحي، حلملم كل الطبقات معي بهيدا الشكل واظهر من هالجهة. من حدا نفس الشي بدي لملم كل الطبقات واظهر من هاي الجهة التانية. هلأ التخيط بضل يعني مزبوط بياخد وقت، بس بضل اسهلنا وقت بدنا نركبها. خلص منحط الزق ومنركبها هي بتكون كاملة. بدي اجي فوقها مثل ما شايفين في عنا فراغات السلاسل، كمان بدي اخد كل الطبقات معي بشكل سطحي وظهر الخيط. هلا هي عم بيركبوا خلص يعني. بيجي حدا كمان، ما بدي ضيع ولا طبقة حتى ما تفلت معي من جهة. هيدا الشكل. هلا هي عم يعني اتخيطت تقريبا، بس فيك انت حتى تتأكدي اكتر تعمليها هيك 5 مرات تفوتي وتطلعي، هيك بتتأكدي اكتر انها تخيطت. تخيطت اوكي. هعمل عقدة بسيطة من الخلف وقص الخيط. بالشكل. هارجع بس يحمل الفرد الشمع، هلزق قدامكم هولي. هيك بكون عملت قدامكم الخياطة وتلزيق. اوكي اول شي هلزق هاي الوردة قدامكم. مثل ما قلت لكم طريقتها كتير بسيطة. هنبلش نحط هون من التلزيق، نحط شوي ونركبها. اوكي هذا الشكل. كل ما نلزق جهة
مثل ما قلت لكم نحن عم نخيط انه منترك هاي برا، يعني هاي مثل ما شايفين عم نلزقها بطريقة انه عم نوسعلها حتى تصير الوردة كل عروقها مبينين. هذا الشكل مثل ما شايفين، نفس الشيء هقصه على الزيادات. خيطت ولزقت قدامكم، هلا بدنا نلزقهم مثل ما مرتبينهم. هنلزقهم، حبلش بالخدود، شوف اذا واضحين. اوكي، بدنا نطرف التلزيق حتى تلزق معنا عن الجوانب، ونحط بالوسط. ومثل ما قلت لكم هنترك هذا الشكل، بدي لزقها كلياتها على الطرف هيك. كمان بدي لزق الثانية نفس الشيء. هيك بنكون لزقنا كل الوردات هول، بس بدنا نقص يعني هيك هذا الشكل. هاي كمان نفس الشيء. هذا الشكل انه رموش هيك لحالهم بضلهم هيك طالعين. في بعد شغلة أخيرة، إذا عندك لوجو أو شيء لإلك كمان حطيه على الكاربت. أنا هلأ هيك هيك سخن، أنا دايما بلزقه لللوجو، بحط عليه شوية تلزيق، ومحل الفراغات تبعو الخياطة برجع بخيط شوي. اوكي، حطفيه، حطه على جنب. بدي أرجيكم اللوجو هون، حطيته هون. هاي الكاربت،
وهيك بكون انتهى معنا فيديو هيدي البلانكت الحلوة. ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو، كان عبارة عن جزئين. اذا انت فايتة على هيدا الجزء، في له جزء اول بتلاقيه بصندوق الوصف. هلا بدي احكيكم شغلة، انه بدل اليونيكورن فينا نشتغل الجزء الاول، نعمل هيدي البلانكت. فيك تعمليها بالاصفر، بالنص اصفر وعالداير ازرق، تعملي مينيونز، كاركتر مينيونز. يعني فيك تستعملي الجزء الاول وانت ترجعي تبدعي بالشكل، اي كاركتر انت حابه تعمليها فيك تطبقيها على هيدي البطانيه. فشو رايكم؟ هيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. بدي لكم تضلوا بخير يا رب، نلتقى بفيديوهات جديده حلوه كتير بعدين. باي باي.